بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حضرات السيدات والسلام، اسمحوا لي أولا أن أهنئ السيد رئيس جمعية أعضاء المفتشية العامة للمالية على هذا الموضوع الذي اختاره، وأنا أبدأ بملاحظة وهي أنه لما تحملت هذه المسؤولية من القطاعات الإدارية التي اكتشفتها هذا القطاع المفتشية العامة للمالية، وسأقول كلامي بكل صراحة وبكل صدق، هذا القطاع يستحق التنويه ويجوز للمغرب أن يفتخر به وبرجاله وبالعمل الذي يقومون به. نعم، دابا راه ولاو بحال بحال اللي كنقولوا رجاله، يعني رجاله ونساء. قال لهم فابيوس، قال لهم الناس الحزب ديالو، يا ودي غير شدوا في هذه القضية ديال لاباغيتي، راه إلا ما شديتوش فيها غدا غدوا تطلبوا بها ما تلقاوهاش، غيوليو هما أكثر منكم. ولكن بكل صدق كذلك، هذا القطاع في الإدارة كيعمل عمل كبير وما تيكونش عنده دائما النتائج اللي كيستحق، ما كيمشيش العمل ديالهم حتى النتائج، ولو كان كيمشي العمل ديالهم النتائج الطبيعية اللي كيخصها تجليه، ربما اليوم كنا ما غنكونوش تنطرحوا هذا السؤال ديال التنميه بنفس الحده، غالبا غادي تكون الوضع ديالنا احسن. ولهذا اظن انه المستقبل يقتضي ان هذه المؤسسه والمؤسسات الشبيهه لها، لان الاداره المغربيه مليئه بواحد العدد ديال الادارات الصغيره التي تشرف المغرب حقيقه، تشرف. صدقوني انا تحدثت معكم كرئيس الحكومه، طبعا كنت كنسمع على اللي جاي من قبل، ولكن ما قدرتش نعرف الامور بالشكل اللي عرفتها حتى اصبحت رئيس ديال الحكومه. المساله الثانيه، هذا الموضوع مهم جدا. علاش؟ لانه يمكن المرحله اللي كتعيشها البشريه هي واحد المرحله ديال القلق، تقريبا حتى شي واحد ما فرحان، مازال ما عرفتش علاش، كل شيء منزعج، الميسورون منزعجون، الفقراء منزعجون، المثقفون منزعجون، الذين ليس عندهم ثقافه الى اخره. لماذا؟ لانه خصنا نطرحوا على انفسنا بحال اللي قال السيد وزير الماليه، الاشكال ديال التنميه، شنو هو بلد نامي؟ هو بلد ماشي نامي؟ شنو بغينا بالضبط؟ اهم شيء شنو هو؟ اهم شيء هو اننا حنا نكونوا كنقدروا ان الوضع ديالنا مزيان. واحد النهار قلت للناس ديال السياحه، اجتمعت معهم اكثر من مره، وتيشكيو لي طبعا، قلت لهم الله يجزيكم بخير، انا بغيت منكم واحد الحاجه، ما بغيتكمش تعجبوا السواح، بغيتكم تعجبوا غير ريوسكم، سيروا دخلوا للفنادق ديالكم والمؤسسات ديالكم، وملي تكملوا ملي تكملوا تكونوا راضيين على النظافة، على التغذية، على الاستقبال، على كل هذه الأشياء. بغاو يجيو السواح، بارك مسعود، ما بغاوش يجيو على خاطرهم. طبعا أنا كنت كنقول لهم هذا الشيء حيت أنا متأكد إذا الناس ديالنا اللي كيشتغلوا في القطاع ديال السياحة واللي تبارك الله الذوق ديالهم رفيع وجايين من الأوساط كيعرفوا مزيان اش كيديروا، إذا كان هما راضيين على المؤسسات ديالهم، انا متاكد ان هذيك المؤسسات غتكون عندها جاذبيه كبيره والسياحه غادي تنجح اكثر من اللي هي ناجحه في المغرب. ففي هذا الاطار هذا يحق لنا ان نتساءل عن بلدنا. اولا، اين نحن من هذا النموذج التنموي الذي نتحدث عنه؟ انا كنعتقد الاخوان لابد اولا وقبل كل شيء نذكروا شويه التاريخ. سنه 2011 كانت مطروحة أسئلة كبرى على البلد،
رجال الأعمال كانوا في حالة فقدان التوازن، يعني الإدارة كانت مرتبكة، الوضع السياسي أصبحنا نطرح أسئلة كبرى مفتوحة على المستقبل، أصبحنا نتخوف من المجهول. هذا الوضع اللي كان في 2011 استطاع المغاربة أن يتجاوزه، طبعا بفضل الحكمة ديال جلالة الملك، بفضل المساهمة ديال الأحزاب والنقابات، وكذلك بفضل التعقل ديال الشعب المغربي. ولكن لا بد يكون هذا الشيء عنده شيء سبب في الأصل. الأصل هو أن الوضع في المغرب لم يكن سيئا بالدرجة التي كان فيها من السوء في بعض الدول الأخرى مع الأسف الشديد، اللي اضطربت اضطراب أكثر من المغرب، واللي البعض فيها ربما الآن هو في حالة انهيار، والبعض فيها في وضعية ليست انهيارا ولكنها صعبة جدا. كل هذا ما معناه؟ معناه أنه في إطار ما هو ممكن ومقارنة بما يجب المقارنة به، لا يمكن أن نتحدث عن تنمية ولا عن نموذج تنموي إن لم تكن هنالك الأساسيات. والأساسيات هي أول قبل كل شيء بالنسبة للدول والشعوب الأمن والاستقرار. فيحق لنا كمغاربة أن نشعر أنه بفضل الله سبحانه وتعالى أولا، ثم بفضل يعني ما يسر الله لنا من يعني حسن اختيار من نظامنا السياسي، من طبقتنا السياسية، من يعني طبيعة شعبنا، أنه ولله الحمد اليوم المملكة المغربية دولة آمنة وفي نفس الوقت دولة مستقرة. وما تنقولش هذا الكلام في واحد الوقت عادي، تنقوله في واحد الوقت لواحد العدد ديال الدول اللي مشابهة لنا تعاني في هذا المجال. وأقولها وأنا أتأسف، المملكة المغربية اليوم هي الدولة العربية الوحيدة التي تحافظ على التوازن بين الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان والحريات. في كثير من الدول إما نجد الأمن والاستقرار غالبين والحريات والحقوق الإنسان مضعضعة، أو نجد العكس. فإذا أول ما يجب أن نتصور ونتخيل أنه اختيارنا العام هو اختيار أول وقبل كل شيء ضمن الأمر الأساسي اللي هو هذا المعطى هذا الرئيسي، ثم بعد ذلك كل ما يرافقه وما يجب أن يرافقه، ما يجب أن يرافقه من توفر الحد الأدنى إلى آخره. ولكن لما تحملت المسؤولية معشر الإخوة الكرام والإخوة الكريمات، باش نرجع للكلام العالم كيف ما قال الأخ السي فوزي القجاع، بغيت نجيب يعني المعاناة ديالي أو ربما التجربة ديالي في الموضوع. حوصرت من قبل الزائرين الذين كانوا يزوروا الوطن بثلاثة أسئلة، بسؤال واحد فيه كنت له جواب من ثلاثة عناصر. هذا السؤال هو: ما هي أولوياتك؟ أنت رئيس حكومة، على ماذا سوف تركز؟ فتبلور عندي فورا أن هنالك ثلاث إشكاليات رئيسية. الإشكال الأول متعلق بالميزانية ديال الدولة، وأنا أعتقد أنه يمكن أن نكون أغنياء، ويمكن أن نكون فقراء، ويمكن أن نكون متوسطين. هذا قدر الله ورزق الله، ماشي مهم، المهم هو كيف نتصرف. فتجد الغني أو المتوسط أو الفقير العاقل بخير وعلى خير، اللي بيان دون سابو، يحسن التصرف في ميزانيته ويبدأ بالأولويات ويتجاوز الأشياء التي لا يستطيعها، فتجده هو وأسرته يعني في وضع مريح من الناحية النفسية ومن الناحية المادية، يتعاملون مع ما يمكن. وتجد الأخرق يكون غنيا فيتصرف تصرفا يوصله إلى الحاجة، ويكون فقيرا فينزل إلى
الرذيلة وإلى الجريمة ويكون متوسطا فلا يحافظ لا على هذا ولا على ذاك. فإحنا يعني في المملكة المغربية أول ما جيت لقيت نفسي أمام ميزانية متعبة في وضع خطير دفعنا إلى أن نطرق أبواب صندوق النقد الدولي احتياطا لكون أن نصبح في يوم من الأيام في حالة إفلاس من حيث الميزانية ونكون مضطرين أن نقترض منهم. هنا فجت هذيك يعني الخط الائتماني لا فاموز ليني دو كريدي كسيدو بريكوسيون. حنا دابا ما فهمناش موضحا انت قلتي لنا المصطلح مختصر في هذاك الخط الائتماني اللي فيه 60 مليار ديال الدرهم 6 مليار ديال الدولار واللي الحمد لله رغم اننا خديناه ما عمرنا احتاجيناه وهو اللي دفعنا باش ندفع. فقلت ان الهدف ديالي الاول من الناحيه الاقتصاديه لانه المال قوام الاعمال وعبر التاريخ راه ماشي عاد اليوم لكان عندك المال اللي كيخصك تقدر تنقد الشيء الاخر. ملي ما تيخصك ملي تيكون ما عندكش المال اللي خصك كتكون مضطر تمشي تقترض من عند اللي غيفرض عليك الشروط ديالك كلاه على بين الشرش ميديا كتورزير. فاول ما قلنا انه يجب ان يكون عندنا ميزانيه نتحكم فيها تفي بحاجياتنا ويعني لا نكون في حاله ضعف. واعتقد اننا بعد هذه السنوات يمكن ان نكون ان نعتز اننا قد حققنا ولله الحمد وقد سمعتم السيده مريم نصار تعترف ان الوضعيه ديال يعني الميزانيه العامه وهذا شيء بطبيعه الحال في صالح الاستثمار الداخلي الى اخره. هذه هي النقطه الاولى هي التحكم يعني في التوازنات الماكرو اقتصاديه كما تسمونها. لكن هل وصلنا الى النهايه في هذا؟ لا. ما معنى ذلك؟ هذا ليس معناه انه من قناعات تتخلى الدوله عن مهامها ومسؤولياتها او عن قطاع التعليم او عن قطاع الصحه، ولكن يقينا بمقدار ما سوف تكون الدولة قوية غدا وقادرة على أن تستفيد من أن تكون ميزانيتها كبيرة بمقدار ما ستكون قادرة على أن تقوم بأشياء جديدة. لأنه الجميع يعرف أن الدول العصرية هي في فخ. ما هو هذا الفخ؟ كل ميزانياتها ومداخيلها تكون قد ظرفت من قبل. سي بريفيو دافونس. ها اللي غيمشي للمغاربة كاملين. لكن الانسان عنده اجره هذا واحد النوع ديال المغاربه، لكن عنده ذروه هذا واحد النوع ديال المغاربه، كاين ناس ما عندهمش هذاك الشيء، وانه ولا جاي يسد الباب مثلا ما تشغل حتى واحد ديال الليله ما كنتي كتعطيه السميك وكنتي مسجلو في لاسينيسيس وكنتي نص ديال المغاربه غتلقاهم في الشارع. فكان الحسن الثاني رحمه الله كيسمح بواحد النوع ديال التجاوز في السكن في غيره، حنا كنشكيو اليوم من السكن العشوائي كنشكيو من السكن الصفيحي كنشكيو، ولكن في واحد الوقت راه كنحل الناس اللي ما كانش عندهم الامكانيات باش يشريو بقعه قانونيه باش يحصلوا على رخصه باش راه ما كانش هادشي. وعندنا بزاف د الحوانت اللي ما عندهمش لي زوتوريزاسيون ما عندهمش. انا ما عرفتش واش عمر شي واحد فيكم شي قبض شي زوتوريزاسيون. انا مره وحده في حياتي حاولت هذا رجع ليا هنايا وساعتها كنت وليت نائب برلماني ولو كان عرفتي وشحال درت غتبقاو يمكن نبقى فيكم. فلهذا هاد المزاوجة بين ما هو عصري وما هو حداثي وما هو قانوني وما هو إداري وما هو ضروري، ولكن كذلك بين ما إن حرم منه يعني المجتمع سوف يضيع جزء كبير منه ويطحن. وهذاك الضياء وهذاك الطحن هو اللي كيوصل المجتمعات للانفجار. الان الوضع تغير، حنا متفقين. عاوتاني ما غيمكنليناش نجيو مره وحده ونحبسوا هذا الشيء. لابد ما نديروا واحد السياسه ديال الادخال ديال ذاك الناس معنا. الناس اللي في الانفورمال يكونوا صغار ولا يكونوا كبار ولا يكونوا متوسطين، خصنا نبدلوا واحد المجهود كل شويه الجديه، يكون الصرامه متفقين. ولكن تكون المرافقه يمكن بعض المرات هذوك الناس يكونوا مضطرين نعاونوهم ماديا باش يخرجوا من الانفورمال للفورمال. ما يمكنش نجيو نعملوا غير المقاربه الامنيه بوحدها ونعتقدوا باللي غادي نحلوا المشكل.
ساعتها غتكون الامور ماشي مزيان. وفي الاخير باش نكونوا شعب، قلت لكم في الاول كيمكن نكونوا اغنياء، يمكن نكونوا فقراء، يمكن نكونوا متوسطين، ولكن خص يكون واحد شويه الانسجام بين الفوق والوسط والتحت. ما عندناش هذا الانسجام. سمحوا لي معشر الاخوه المغاربه المحترمين، باقي عندنا مناطق كتعيش كما كان يعيش الانسان ما قبل التاريخ، وليس من المعقول نحن في واحد المرحله اللي كان النزاع على السلطه، الدوله وجهت قوتها للحفاظ على السلطه، وهذا مفهوم. كل ذي سلطان سوف يجعل من اولوياته الحفاظ على سلطانه اولا، ولهذا فكل الذين يريدون مواجهه السلاطين ومواجهه الرؤساء وكذا يجب ان يفكروا ماذا يفعلون، لانه بمقدار ما يكون يعني ولاد الامور مطمئنون ينصرفون للعدلانيه بالمجتمع، وبمقدار ما لا يطمئنون ينصرفون للحفاظ على كراسيهم. هذا سنه الله في خلقه. فهذاك الوقت الدوله اغفلت هؤلاء، ضعفاء وفقراء ومساكين وليس عندهم القدره على الاحتجاج ولا على اي شيء، بل هم خزان الدوله في الرجال والقيام والى اخره. لكن الان تبدل الجو، لم يعد من الممكن. هاد الناس ما عندهمش ربما باش يعيشوا، ولكن عندهم التلفزيون وكيشوفوا شنو تيوقع في العالم. ثم ماشي عدل، ليس من العدل وليس من الانصاف. خصنا نجعلوا الانصاف بلدنا. ما فيها باس يكونوا عندنا الفقراء يكونوا عندنا الاغنياء. بالحق الفقراء اللي ما كيوصلش الفقر ديالهم حتى لواحد المستوى، الاغنياء الله يعاوننا ويعاونهم، ما كاين مشكل، ولكن يكون واحد شويه ديال التوازن. وهذا يقتضي الانتباه على الاقل للفئات الغير قادره على ان تكسب بنفسها وبامكانياتها وبقدراتها. هنالك من قدر عليه رزقه. في الاسلام مبني على خمسه ديال الاركان، كاين واحد منها هو الزكاه. حتى الا ما كناش الان كنطبقوها من الناحيه العمليه، خصنا ننتبهوا للعمق ديالها الحقيقي. المراه العجوز اللي ما عندهاش اللي ينفق عليها، المرأة الأرملة، المطلقة اللي مشى عليها الزوج ديالها، الإنسان المعاق، هذه شرائح أون غيان بريفي بوغ إلون رياليتي، عمل خصهم باش يعيشوا، ما تبقاش تفهم عليهم بزاف، خصهم باش يعيشوا. ربما إلا عملنا هذا الشيء غنكونوا كنعيشوا في بلادنا وحنا راضيين على أنفسنا. ما غنكونوش ربما بحال الولايات المتحدة ولا بحال سويسرا، ولكن غنكونو كنشعروا بنفسنا منسجمين. أنا كنظن التنمية الحقيقية هي هذه، هي نكونو كنشعروا بنفسنا منسجمين مع أنفسنا. وأما الأدوار ديال الدولة فبدون شك أن أبناءنا الذين أتاهم الله نصيبا أكبر من الذكاء وعون بما نحن في حاجة إليه وسينبهون له، خصنا يكون عندنا الإمكانيات باش نديروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.